دلوقتي هنزور مع بعض منطقة النوبارية، هنقابل هناك الدكتور سليمان عمران وهو عالم مصري جليل نجح في تربية 4 أصناف من البطيخ لمصر. هذه الأصناف هي حديث العالم حاليا وتوفر لخزانة الدولة حوالي 200 مليون جنيه بنستورد بيها بذور البطيخ من الخارج. الدكتور سليمان عمران أنا بعتبره النواة الأولى لإنجاح المشروع القومي لإنتاج بذور الخضر. خليكم معنا. الجدع اللي قدام حضراتكم ده اكتشف كنز مصر بجد. طبعا ده مش في يوم وليلة، ده بعد سنين من الجهد والكفاح والبحث العلمي، كان بيشتغل ليل ونهار وبيسابق العالم، وفعلا بيحسدونا عليه النهاردة. بكلمكم عن الدكتور سليمان عمران، أستاذ تربية الخضر بمعهد بحوث البساتين في مركز البحوث الزراعية، ورئيس البرنامج الوطني لإنتاج البطيخ، واللي قدم للمشروع القومي لإنتاج التقاوي 4 سلالات وطرس جديدة من البطيخ المصري الرهيب بتاع زمان، الأحمر المرمل، وكمان منهم صنفين بينتجوا بطيخ أحمر وأصفر بدون بذر وبتقنية علمية بيتفرد بيها وتسجلت باسمه في المراكز البحثية على مستوى العالم. العالم المحترم سليمان عمران بصراحة كان محبط وحاسس بالحزن إن أبحاثه اللي بيحتفي بيها العالم وبيكرمه محدش يعرف عنها حاجة في مصر، وإن المزارعين المتخصصين في البطيخ هم اللي مصرين على زراعة أصنافه، وإنه بقى أشد منافس لبذور البطيخ المستوردة اللي مصر بتجيبها بحوالي 200 مليون جنيه سنويا. الحكاية باختصار، الفلاح مش عايز غير إنتاجية وجودة وحجم وتبكير عشان يقدر ينافس، وهي دي أصناف الدكتور سليمان عمران، وكانت نقطة التحول اللي بدلت الحزن بالفرح واليأس بالأمل لما أعلنت الدولة المشروع القومي لإنتاج بذور الخضر في مصر. فورا قدم كل أبحاثه لبلده، تعالوا نقابله براحة كده. فهمنا ماذا فعل الدكتور سليمان عمران عشان ينتج هجم بطيخ وطرس بطيخ أول مرة نشوفها في مصر. الحمد لله، بداية منذ تعينت مساعد باحث في 94. انت راجل بتاع بطيخ طول عمرك صح؟ بتاع بطيخ طول عمرك. فكنت مهموم، دخلت المعهد كان في صنف جيزة واحد وهجن أجنبية مسيطرة على السوق المصري، فجابتني الغيرة لنفسي. أكلت جيزة واحد؟ أكلت جيزة واحد، ما عادش فيه جيزة واحد. أكلته يعني عشان الناس تفهم؟ أكلته يعني التسويق، ومعظم مساحات الجمهورية كلها بقت هجن أجنبية. تمام. لأن الهجن الأجنبية تميزت بالتبكير والإنتاجية العالية، وتحت تتزرع تحت الأنفاق ولا تصب البياض الدقيق. فكان جيزة واحد عندنا كان مذاق طعم كويس، إنتاجه قليل ومتأخر في التبكير، وكان بيصب البياض. فشلني الهم ان انا ازاي كمصري كدكتور ابن معهد البحوث ابن مصر ازاي انتج هجين. فقلت لنفسي عشان ننتج هجين لازم نملك الاباء. حبيت ارجع للجيزة المصري جيزة واحد رونقه وللذوق المصري الطعم واللون والمذاق اللي هو الترميله، ارجع للذوق المصري. لان الذوق المصري الكلام ده دكتور فين الكلام ده؟ الحمد لله الذوق المصري اندثر في معظم الهجن اللي جالنا من الخارج، هجن اجنبيه ليست وفق الذوق المصري، لكن المزارع غصب عنه بيزرع عشان الانتاج. لكن احنا حبينا، قلت معادله صعبه، ازاي اوصل بانتاجيه عاليه وكواليتي عالي، المستهلك يبقى فرحان بالمنتج اللي قدامه، والمزارع يكون مبسوط بالإنتاجية والتبكير وتحمل الأمراض والزراعة تحت الأنفاق. فالحمد لله خدنا شوط كبير في الأبحاث، وأنتجت 200 هجين من السلالات اللي استنبطتها، وبدأنا نقيم مع الهجن الأجنبية، كل معظم الهجن الأجنبية بتاع الشركات الأجنبية عشان أكون منافس. ربنا يقول وأعدوا لما استطعتم من قوة. القوة أنا واخدت عندي إن أنا أكون قوي في وسط السوق. لو أنا مش قوي في وسط السوق مش هيبقى لي تواجد، المزارع هيروح لاي صنف بيديله انتاج عالي. فانا قلت لنفسي احنا مش اقل من الناس المصريين، مش اقل من اي حد. الدكتور سليمان عمران اتخرج في كليه الزراعه جامعه طنطا سنه 1991 تخصص تربيه خضر، وانضم لمركز البحوث الزراعيه كباحث سنه 1994، وحصل على درجه الماجستير سنه 1998 عن تحسين انتاجيه الخيار، ودرجة الدكتوراه في إنتاج البطيخ اللابزري وآبائه، وبكده بقى أول عالم مصري وعربي ينتج آباء البطيخ بدون بذر، يعني يمتلك سلالة حقيقية ملهاش منافس في العالم.
لما أعلن الرئيس إن في مشروع قومي للخضر عشان ننتج التقوى بتاعتنا، ده فرق معاك إزاي؟ فرق معايا كانت لحظة كراجل مربي، كانت لحظة فارقة، الدموع كانت تكاد تنزل من عين ساعتها، اللي أنا حسيت إن خلاص يعني ممكن دلوقتي نبدأ نقطة الانطلاق. لما مع الوزير متفاهم جدا وقال دي بداية 50 مليون عشان مبقاش لكم أي حاجة، شوفوا أنتوا عاوزين إيه وأنا هنفذ لكم. لأن وكمان كلم في الميزانية دية اللي احنا موجودين فيها، زود ميزانية الوزارة 400 مليون جنيه عن العام السابق. 400 مليون جنيه زيادة دعم للوزارة من رئيس الجمهورية عشان مشاريع التربية وحاجات أخرى. فالوزير خصص ب 50 مليون دولت يكون للمشروع الوطني لإنتاج التقاوي كل سنة كمرحلة أولى. يعني مجهودك يا دكتور عماد حسين دي قدمته للمشروع لما حسيت بلحظة صدق إن بدأوا يتبنون رسميا مع سيادة الوزير، بدأ يهتم شخصيا، وسيادة الرئيس بدأ يهتم شخصيا بإنتاج البذور، لأن بنستورد 98% بحوالي 2.5 مليار جنيه تقاوي. فهو استعجب بالرقم ده، وإحنا مش قادرين. قلنا له احنا نستطيع ونقدر، احنا عندنا. ولذلك انا عملت ايه؟ قلت لهم خدوا انا معايا هجوم جاهز، احنا كجدعان كاولاد مصر، فحب مصر، فنفسي اللحظه دي اللي انا حسيت ان بلدي محتاجاني، قلت خدوا اللي معايا كله. بالمناسبه الدكتور سليمان عمران بيفتخر دايما ان الاكاديميه الصينيه للعلوم الوراثيه كرمته عن انتاجه للبطيخ اللابذري، يعني بدون بذر، وده بعد دعوتهم ليه عشان يساعدهم في انتاج البطيخ الميني اللي حجمه صغير، وكمان انه تكرم في المؤتمر الدولي للقرعيات في امريكا بعد تقديمه لبحث علمي عن انتاج البطيخ اللابذري بدون اشعاع، وتحديدا عن طريق التلقيح الطبيعي باباء خاصه بيه، والبحث ده اجهد بحث لعالم ياباني عن انتاج البطيخ اللابذري بالاشعاع، عشان كده استحق الدكتور سليمان عمران التكريم. اسرائيل عرضت عليك كام؟ $1,000,000. انا كنتش عاوز سنويا سنويا عشان تاخد منك اصناف. وانت مرفض. طيب خلينا نتكلم في حاجه تانية. احكي لي الاصناف اللي انت انتجتها، ايه حاجات السكر في الارض دي؟ الحاجات دي حضرتك بدات وليه بدون بذر؟ بدون بذر. عملتها ازاي دي؟ عملتها ديت كان بدايه ان انا سجلت بدايه الدكتوراه، قريت بحث في امريكا ان في بطيخ بدون بذور، وكان يعني كان اللي وجهني للموضوع ده رحمة الله عليه الدكتور حمد الدواني أستاذ تربية القرايات في معهد بحوث البساتين، قال لي في موضوع جديد دلوقتي، البطيخ اللي بدون بذر هو الموضة في العالم. كان في مرة أنا شفت بحث عن يعني بطيخ بدون بذر بس باستخدام الأشعة الإكس راي دي، بس أنا خفت منها بصراحة. دي حضرتك العالم بيحتفي بحاجة زي كده إزاي؟ ده حضرتك في عالم ياباني طلع البطيخ بدون بذور عن طريق الإكس راي بالأشعة، فطبعا انا غيرت من ساعتها، قلت هو مطلعها بالاكس راي، والله ما انا ساكت لما طلع بحث ناتشرال طبيعي، اطلع سيدلس طبيعي بدون اي اشعه، بدون اي اشعه خالص، بحيث هو بيطلع اي هجين موجود في السوق يخليه بدون بذور بس بالاشعه. انا طلعت الحمد لله هجين عنده سلاله تلقح مع السلاله الثانيه تديني بطيخ بدون بذور خالص، وخدت عليه الحمد لله نشرته في الكوكاربيتيسيا مؤتمر في نورث كارولينا، وخدت في امريكا نو هاو، بحث مسجل باسم سجل باسمك باسم انا اول واحد في العالم اطلع البطيخ ناتشرال بدون اشعه. الياباني اتصل بيا وقال لي انت عملته ازاي، وقلت له هتبقى تقراه، كان عاوز يعرف من الفكره بتاعك. نو هاو قبل النشر، قلت له اما انشره هتعرف الفكره بتاعته. أيوة، والحمد لله بقينا ايه دلوقتي باسمنا. سؤال، ايوه، في ناس تقول لك طب احنا يعني الدكتور عمل ايه؟ ما احنا بره عندنا البذور موجوده، هسه هنخترع العجله؟ طب ما احنا عندنا اصناف عالميه وبنزرعها وخلاص، ايه لازمتها ان احنا نعمل صنف مصري يعني؟ جاوب لنا على السؤال ده. احنا ما ننتج منتج مصري، ده اكتفاء ذاتي، امن قومي ليا، ما انا مش ضامن البذره اللي جايه معامله مهندسه وراثيا او معامله باشعاع او معامله بايه، انا باخد منتج امن، وان احنا نكسب. احنا برضو لما نزرع في مصر ونصدر بذور، لان انا نشغل عماله عندنا في انتاج البذره زي الصين وزي تايلاند وفيتنام، بينتجوا البذور، وشيلي بينتجوا البذور هناك، قطاع عريض جدا لانتاج البذور، متخصصين الشركات العالميه بتبعت الاباء للدول ديت، وبالتالي بينتجوا لهم هناك البذره وياخدوها يعملوا باكينج فقط لا غير. انا هدفي انا في مصر هنا نشغل عماله كتير جدا، ننتج انتاج محل عندنا في مصر بحيث نكتفي ذاتيا ونصدر. انا هدفي عندنا مستويين في المشروع كمان دلوقتي، مشروع المحلي الاكتفاء الذاتي المحلي، والمشروع الميدل ايست عندنا افريقيا
وللدول العربية، يعني عندنا في المخطط بتاعنا إزاي بعد اكتفائنا الذاتي هنتجه للسوق العربية. السوق العربية عن إيه؟ كل دولة في البطيخ لها ذوق. دلوقتي هنقابل المهندس محمد الزواوي، وهو راجل بيزرع البطيخ من 30 سنة وصاحب مشاتل متخصصة في إنتاج شتلة البطيخ، وبقاله سنين الدكتور سليمان عمران يربي وينتج بذور، وهو يزرع وينتج شتلات لأرضه ولكل المزارعين على مستوى الجمهورية. ركزوا معاه. حضرتك مزارع بطيخ من 30 سنة، تمام؟ تمام. من كتر ما حكولي عنك أنا حبيتك. دكتور سليمان قال لي إن أنت من أكتر الناس اللي وقفت معاه وبتزرع معاه وبتجرب أي حاجة بالك بتجربها، لأن أنت عايز يبقى عندنا صنف محلي في البطيخ. تمام. حكايتك إيه؟ حكي لي. حكايتي إن إحنا ابتدينا نزرع البطيخ أنواع، فكان نفسنا في نوع منتج مصري. قابلنا مع الدكتور سليمان وقلنا له هتزرع. تفرق معاك كمزارع؟ أنت مش عايز حاجة تكسب منها؟ تفرق معانا كمزارع وكإنتاج وكوقت. في عمر النبات نفسه. الدكتور سليمان قلت له هات لنا البذور واحنا نبتدي نزرع. بقى لك كم سنه معاه في التجارب دي؟ بقى لنا معاه 20 سنه. 20 سنه بتعمل معاه تجارب. واحنا قبل الزراعه هو بيحبك قوي عشان كده كل شويه يقول لي لازم تعمل حاجه معاه ازاي. احنا قبل الزراعه احنا بننتج شتلات. لان زمان كانت الزراعه بذور عاديه تقعد لك بتاع 20 يوم 30 يوم عبال ما يحصل نبات النبات يطلع. لك انت بتعملها دلوقتي شتلات؟ احنا بنعمل شتلات بنوفر الشهر الاولاني من النبات نفسه. تمام. والشتلات نفسها شتلات مطعومه. الأصول نفسها مقاومة للأمراض. يعني أصول إيه بقى؟ الأصول اللي هي الأصول البطيخ المطعوم، شتلات البطيخ المطعومة. تمام. الأصل بتاعها إيه؟ الأصل مشتغل على أصول 6001 وسوبر شانتوزا وأصول المقاومة. تمام. وبيديني دي تقدر على الأرض بتاعتنا. تقدر على الأرض بتاعتنا هنا وتقدر على أرض البستان وعلى أرض الصعيد على كافة الجمهورية. ده بنزرع البطيخ كم مرة في السنة؟ بنزرع البطيخ، إحنا البطيخ ده بيتزرع كل حسب المناخ نفسه. يعني فرق معاك في السعر، بتبيع بكام الكيلو من هنا على الارض؟ احنا بنبيع الكيلو من هنا ب 4 جنيه. ب 4 جنيه؟ يعني بطيخ 10 كيلو 48 جنيه. 48 جنيه من الارض؟ من الارض. حلو. بتجي لي انا بقى ب 150 جنيه. بيجي لك 150 جنيه؟ ما في تكلفه. هتخانق معاك ولا اعمل ايه؟ تكلفه النقل. تكلفه حسب المكان نفسه. يعني البطيخ ربع جنيه ولا نص جنيه؟ انت ممكن حضرتك بتشتري من مكان في 150 جنيه، في مكان تاني اقل حسب يعني. يا باشا البطيخ مش 150 جنيه و80 جنيه. في اماكن بنزل البطيخ ده بيبقى في بطيخ مصنع ان هو بيتقطع والبطيخ فيه. لا والله بطيخه كامله وانا وحظي. لا في كامله، ما احنا في شغل بالنسبه لنا في بطيخ، احنا معظم الشغل اللي حضرتك فيه ده اورجانيك حيوي. حيوي ان هو مش هنقول بدون مبيدات، مبيدات بس بتتكسر. تمام. يعني حاسبين الفتره بتاعتها. حاسب فتره الامان بتاعه. طبعا المنتج الحيوي المفروض سعره بيبقى ازيد، بس ثقافه مش هنقول بقى المزارع، ثقافه البياع نفسه وثقافه اللي بيشتري من البياع نفسه مش فارقه معاه أورجانيك أو حيوي. خدت الدكتور سليمان عمران رئيس البرنامج القومي لإنتاج البطيخ والمهندس محمد الزواوي عشان نشوف أصناف البطيخ المصري واللي مزروعة في النبارية وإنتاجيتها رائعة، وفعلا طعمها كان زي السكر ومرملة وملهاش حل بجد، بطيخ زمان فعلا. وكانت المفاجأة أنه أنتج الأصناف دي عشان نصدر بذورها للعالم بعد تحقيق اكتفاءات مصر من بذور البطيخ. يا دكتور سليمان موضوع طلع كبير. كبير قوي. كل الاصناف دي فهمني. الاصناف دي كلها زي ما انا قلت لك عايز اجرب الاصفر والاحمر من غير بذر. لقيت 8 اصناف طلعت. ما انت حضرتك يعني بالنور لحضرتك احنا بنستعد، لان احنا قلنا عاوزين نكتفي ذاتيا، والمستوى الثاني نغزو الاسواق العربيه والافريقيه، فبنستعد. يعني الاذواق عندي حاجه زي ده بيسموه شارلستون طيب. والاوفال اللي هو بحس ده انتاجه عالي مبكر لان الطويل متاخر. لكن ده مبكر جدا وانتاجه عالي وما بيصابش بالبلوزوم اندروت اللي هو تعفن من الثمره نهايه الثمره. طب وايه بقى الوحوش دي؟ ده طرز الجيزه بتاعتنا اللي احنا بنتكلم عليها. ده الجيزه بتاعنا؟ الجيزه بتاعنا، بس انا عندنا الطراز جيزه عندنا منه احجام كبيره للفنادق بيحتاجوا فوق ال 20 كيلو عشان يعمل عليها الاشكال الاشكال وتوفر معاه. والمتوسط اللي هو حوالي من 9 ل 12 كيلو اللي هو للمستهلك العادي بتاعنا، اللي هو الحجام اللي زي ده كده. الحجام اللي زي دي كده. فاحنا عند وده الكريمسون طيب ده مطلوب في السوق المغرب والجزائر والسوق. يعني احنا هنصدر بطيخه دكتور؟ هنصدر. حضرتك شايف دي احنا بنستعد بعد ما نكتفي ذاتيا والاليه تشتغل ان شاء الله على سكيل كبير هنبدا للسوق الخارجي. والاصناف دي مسجلينها دكتور ولا جاري تسجيلها؟ جاري تسجيل ان شاء الله هندخلها التسجيل يعني ضمن المشروع القومي. ضمن المشروع القومي الوطني انتاج البذر ان شاء الله. تاني كده مصر بتمتلك اربع اصناف، هجين اصفر بدون بذر واسمه التجاري المؤقت تايجر، وهجين احمر بدون بذر واسمه التجاري كريمسون، وطراز جيزه الجديد، وطراز بيبي شوجر الاخضر الغامق، وكلها اصناف
مرملة ومبكرة وسكرها عالي وإنتاجيتها محترمة. قطع لنا حاج محمد، قطع لنا عشان الناس تشوف حلاوة البطيخ المصري. أستاذ محمد عاوز الأصفر. عاوز الأصفر ويبان إنه من غير بذر كده يا جماعة. يبان يا جماعة بعد إذنكم. بدون بذور الحاجة الجديدة بتاعتنا إن شاء الله. كان من زمان كده من حوالي 6-7 سنين كان في بطيخ اسمه مصر واحد ومصر اتنين، كان مصري. مصري. وكان معمول حلو جدا، فين البطيخ ده؟ هي شركة محلية ما شاء الله. ما شاء الله. هي البذره البيضاء دي ما تعتبرش بذور. لا ده مش بذور، ديت ماديه، دي بذور اثريه يعني. أثرية. يعني تتاكل عادي. تتاكل عادي. ودي بتبقى في الثمره الاولى بس. الثمره الثانيه ادو النبي ادو بدو. طب دو. طب ثانيه واحده عشان ده ازاي دي دو. حط له حته كبيره شويه عشان ما هنقطع الاحمر ونشوف. ادي طب الطعم ده السكر العالي اللي انا دايقه ده محبوب برا؟ محبوب. ما ده محبوب جدا. هو في شلة دولة، بعض جزء في انجلترا وفي امريكا، ولاية في امريكا بيحبوا البطيخ منخفض السكر عشان للمرضى السكر. عندنا الحاجات دي. عندنا لدرجة بطيخ. ان في عندنا بطيخ لمرضى السكر. لا منخفض السكر. وفي كمان بطيخ ابيض، الناس بتقول على القارة، لكن هو ابيض ومسكر. مسكر برضه. يعني السكر مش عالي قوي. عامل زي الكانتلوب يعني، زي لونه ابيض كده. زي الكانتلوب. ده المرمل. ده عشان اول ثمره بتبقى البطيخ بدون بذور. انا اطلع بايدي. ايوه خد. زمان ده بطيخ زمان. فاحنا الهدف ان احنا نرجع الطعم والذوق للمستهلك ان شاء الله، وربنا باذن الله الموفق ان شاء الله. حرب البطيخ مش سهله، دي ملايين الدولارات بتتصرف على ابحاثه وتطوير اصنافه. وما تنسوش ان مصر كان فيها صنف جيزه واحد اللي عمرنا ما هننساه، ودايما لما بنقول فين بطيخ زمان يبقى قصدنا على جيزة واحد، وجات البذور المستوردة دمرته عشان محدش طور الصنف وحافظ على انتاجيته وتبكيره. لازم نحافظ على أصنافنا الجديدة ونشتغل عليها ونطورها ونتوسع في زراعتها ونصدر بذورها للعالم كله. ده حقنا طالما عندنا عالم بحجم وقامة الدكتور سليمان عمران اللي يستحق بجد تكريم الدولة في عيد العلم. تشاهدون بعد الفاصل. فريق الجدعان يرصد تجربة زراعة 3 أصناف جديدة من طماطم التصنيع الإيطالية عالية الجودة في محطة تجارب شورى الزراعية، بهدف إنتاج طماطم مخصصة للتصنيع، وهو ما يخدم نحو 27 مصنع مصري تنتج مصنعات الطماطم للسوق المحلي والعالمي.